فأما الرحمة والبر والكرم والمغفرة والصفح والجود فهي صفات ذاتية لله، أليس كذلك؟ وأما الغضب والسخط فهي صفات فعلية، فهي صفات فعلية، لذلك لا يقال إن من أسمائه الغاضب أو الغضبان، لا يقال إن من أسمائه المعاقب المعذب، ليس من أسماء الله هذا، هذا من أفعاله وليس من أسمائه وصفاته. ولذلك فرق المولى الأجل لا إله إلا هو جل جلاله في كتابه في غير ما موضع بين المعنيين، قال نبئ عبادي أني أنا، يقول أنا كذات لا إله إلا هو، هذه من صفات ذاته الأجل الأقدس الأبر الأطهر الأكرم لا إله إلا هو، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، لم يقل وأني أنا المعذب المؤلم، لا لا لا، لا يوصف الله بهذا، هذا وصف لعذابه وصف لفعله. وما كان أيها الإخوة موجب وصف ذاته واسمه فهو يدوم بدوام ماذا؟ ذاته ودوام أسمائه وصفاته. والجنة هي موجب ماذا؟ هي موجب هذه الأشياء. وأما النار والعذاب والإيلام فيها موجب فعله أو موجب إيه أسمائه وصفاته؟ أبدا موجب فعله. وهذا الفعل إيه أيها الإخوة؟ بالحكمة الإلهية ينقطع خلاص في لحظة معينة، يرفع العذاب يزول العذاب، لأنه إنما كان لا عبثا وإنما كان لحكمة هذا العذاب، سوف نقف عليها بعيدة قليل، تطهيرا لهم، تطهيرا لهم من أدران الشرك والوثنية والكفر والجحود والعنود والنقود. فإذا تطهروا خلاص وعادوا إلى صفاء الفطرة ورواقها الأول، إني قد خلقت عبادي حنفاء، على الفطرة حنفاء، فاجتالتهم الشياطين، صحيح؟ كل مولود يولد على الفطرة. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ألست بربكم؟ قالوا بلى بلا استثناء. ألسنا بحاجة إلى بعض الآثار التي لا معنى لها هنا لأنها مناكدة ومناقضة لنصوص كتاب الله، كالذي روى عن ابن عباس أن منهم من قال بلى إكراها قالها كرها، هذا كلام غير صحيح، الله لم يقل هذا والنبي لم يقل هذا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فإذا عادوا إلى صفاء الفطرة لم يكن ثمة موجب أن يبقوا إيه؟ في العذاب، فينتهي العذاب ويخرجون، واضح؟ يخرجون لأنه انتهى، لأنه انتهى. إن ربك لسريع العقاب، عجيب، ما قالش إن ربك إيه؟ لمعاقب، قال إن ربك سريع العقاب، هذا وصف لعقابه وهو من فعله وهو موجب غضبه، وإنه لغفور رحيم. ما قالش أنه وإنه لعظيم الرحمة، لا لا، قال هو غفور رحيم، هو لا إله إلا هو. هل ميزتم بين المقامين؟ إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ومثلها في الأنعام وفي الأعراف، قريب منها أيضا في الأنعام وفي الأعراف، هذا فرق إذن. ولذلك في الحديث الصحيح وهو في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام إن الله لما قضى الخلق أي فرغ من الخلق كتب كتابا فهو عنده على عرشه، وفي رواية تحت عرشه إن رحمتي تسبق غضبي. الله أكبر. طب انتبهوا إخواني وأخواتي، نور الله صدري وصدوركم وصدركن بمعرفته وبأنواره وبحسن الفهم عنه في كتابه وعن رسوله في سنته. الله تبارك وتعالى جعل هذه الدنيا أيضا مجلا من مجالي رحمته، ولذلك يكفر به فيها ويتنكب سبيله ويقتل أولياؤه من النبيين والآمرين بالقسط من الناس من المصلحين، وهو على ذلكم ومع ذلكم يبقيهم فيها، يحييهم ويرزقهم ويمدهم ولا يعاجلهم إيه بالعقوبة إلا أن يشاء، على أنه لو عجل لهم العقوبة وآخذهم بما كسبوا ما أبقى على ظهرها من دابة، كما نطقت به أي بهذا المعنى أكثر من آية، غير آية، أليس صحيحا؟ جميل، يعني إيش الرحمة العظيمة جدا جدا، يكفر به ويقتل أولياؤه ومع ذلك يبقيهم ويرزقهم، عجيب. كل هذا مجلا
لرحمة واحدة من رحمات الله، وادخر لخلقه يوم القيامة 99 رحمة، فأين ستبلغ تلكم الرحمات؟ ما مدى فعل تلكم الرحمات يوم القيامة؟ هذه رحمة في الدنيا، وخاصة أن الكفار المشركين إذا دخلوا جهنم ندموا وانكسروا وأهينوا وذلوا وأقروا واعترفوا، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. واحد يقول لي أجبت عن نفسك، لا ما أجبت، هذا هو محل النزاع، هذا محل النزاع. الآن قال بعض العلماء كلام ابن القيم ساقط عن رتبة الاعتبار، لا نعتبر به وليس دقيقا. لماذا يا مولانا؟ قال لأن الله أخبر عن الكافرين أنهم لو عادوا إلى الدنيا، وأنت تقول تبعا لشيخك ابن القيم أنهم يدخلون جهنم ويتطهرون ويعودون إلى صفاء الفطرة، كل هذا كلام إنشاء خطابي شاعري وليس قرآنيا، هذا ضد القرآن. لماذا؟ لأن الله قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قلنا لا، الآية لا تساعدك، الآية لا تساعدك. لماذا؟ شفتوا كيف معترك أنظار، هذه المشكلة. لأن الله تبارك وتعالى، واقرأ الآية بطولها واقرأها في سياقها، اقرأ ما قبلها، قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار. الكلام هذا، هذا القيل قالوه وهم في جهنم أو حين يوقفون عليها قبل أن يلقوا فيها، قبل أن يدعوا فيها دعا، قبل أن يدعوا فيها دعا. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الحمد لله على الوفاق، ونحن بهذا قائلون. نحن نقول لو رد الكفار والمشركون قبل أن يصلوا بعذاب جهنم بنار جهنم إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر، ولكن لو ردوا بعد أن يصلوها الأمر مختلف. هذا مقام وهذا مقام، هذا مقام وهذا مقام، فليس هذا بالجواب، ليس هذا بالجواب أيها الإخوة. وبعدين يا إخواني، بعدين الله تبارك وتعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة، الله لا يفعل شيئا إلا لحكمة، وحاشا أن يكون تعذيبه لعباده هؤلاء المعذبين في نار جهنم بكفرهم وكنودهم وشركهم لأجل أن يتشفى منهم. ما يفعل الله بعذابكم لا يحدث لي. لماذا؟ لأنه صح في الحديث المشهور أن العباد كلهم أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم لو كانوا على أفجر قلب رجل واحد فيهم وهو فرعون لما نقص ذلك الملك الله شيئا، والعكس بالعكس أيضا، لو كانوا على قلب مثل محمد أو على مثل قلب محمد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا أبدا. الله غني عن العالمين، غني عن العالمين. نحن نعم المظلوم منا إذا أوقع أو سطر بعقوبة بمن ظلمه يفعل هذا إيه؟ ليشفي غيظه، يقول شفيت نفسي. هذا أنت البشر القاصر الضعيف الذي بلغ بك أي ظلمه مبلغا عظيما جعلك لا تستطيع أن تذوق غمضا ولا تنعم بحياة ولا تلتذ بلذة. أما رب العالمين فهذا لا ينقص من ملكه إيه؟ شيئا. تعبد تكفر تؤمن عند الله كله سواء، لكن عليك ليس سواء. فالله حاشاه لا إله إلا هو في عليائه ومجده وعزه وغناه أنه يسطو بعباده وينتقم منهم لأجل أن يشفي غيظا. الله ليس عنده غيظ، ليس عنده شفاء. إذن لماذا يفعل هذا؟ لحكمة، لابد لحكمة. ويبدو أن هذه الحكمة كما قلت لكم أن يطهرهم من خبث ودنس ونجاسة الشرك والكفر والعياذ بالله والمعصية الكبرى. لأن الجنة هذا موضوع آخر، هل يدخلونها بعد ذلك كما ألمع ابن القيم؟ هذا موضوع آخر على كل حال، الله أعلم. الجنة لا يدخلها إلا طيب، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هؤلاء ليسوا طيبين فلا يدخلون الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، حرم عليه، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا إيه إلى آخره. طيب فالحكمة، طيب فإذا دخلوا النار وصلوها والعياذ بالله من مثل إيه مصيرهم ومقامهم وتطهروا من هذا كما قلت لكم، هل يبقى بعد ذلك من موجب وداع لأن يطول أو يستمر أو يمتد مقامهم في جهنم؟ لا، خلاص ما يبقى إيه بعد هذا من موجب. ولذلك يبدو إيه أن هذه النار كما أشارت تلكم الآثار وبعض هذه الدلائل الخفية في كتاب الله
أنها تنتهي في يوم من الأيام وتفنى ويخرج منها هؤلاء.